دول الجوار السوداني بحكم ارتباطاتها ببعض المكونات الموجودة داخل السودان أن يكون عندها ضغط قوي جدا على طرفي الصراع لإيقاف صوت البندقية أولا. أعتقد أنه أول ما نطالب به حقيقة ونطالب به الشعب يعني الشعب السوداني المنكوي بنار الحرب أنه يقف صوت البندقية حتى نتمكن من يعني معالجة المرضى لملمة أطراف المجتمع نفسه بحيث أنه يكون يعني في حال أفضل من الحالة المزرية التي يعيشها الآن. المبادرة الموجودة لدى الإيجاد استثنت ناس وأخذت ناس، فالمبادرة اللي طرحها الرئيس السيسي دي شكلها هتكون مبادرة شاملة بإذن الله، يعني أتمنى أن تكون مبادرة شاملة ودول الدول الأفريقية كلها تسعى لأنها تصل للحل اللي بيرضي كل الشعب السوداني وبيرضي طموحه في أنه ينعم بلدنا بالسلام إن شاء الله. ونحن أملنا كبير لأنه يعني شفناه من مصر شعبا وحكومة، يعني مصلحة السودان مصر. الشعب السوداني دلوقت معلق آماله على أنه المبادرة دي تجيب نتائج إيجابية على السودان. أنا بعتبر أنه السودان ومصر واحد، واللي حيحصل على أهل النيل هنا حيحصل على أهل النيل هنا. عشان كده بشوف أنه السيسي لما فكر في المبادرة من إحساسه بالإخوة السودانيين، وبصراحة البلد الوحيدة اللي فتحت يعني أراضيها للسودانيين واستوعبت السودانيين بشكل جيد جدا. شتتنا وتغربنا زي ما بقولوا، وسيبنا بيوتنا وسيبنا حاجات كثيرة. فالشغلة دي محتاجة تدخل، محتاجة مبادرة قوية تكون وسطية، ما تكون عندها أي ميول أو أهداف سياسية أخرى لحل الأزمة الحاصلة في السودان. ونحن بنعتبر أن المبادرة دي بجد يعني الشعب السوداني محتاج لها، إذا كانت هي حتكون يعني بتقضي على الحل الوضع الراهن في السودان. وبنقول له نحن كفاية حرب، كفاية دماء، كفاية تشتت، كفاية إذلال. اجتماع الدول الجوار باعتباره هي بارغة اللي هو أمل كبير جدا إنه يعني تعمل على حل مشكلة السودان. و زي ما يقولوا إنه الحكومة المصرية والشعب المصري يعني زي شعب زي ما يقولوا يعني عمل على استضافة السودانيين، ويأمل كثير جدا إنه هذا الاجتماع يقلل ويعيد السودان في نصاب زي ما يقولوا الدول العربية. إحنا كمواطنين فقدنا الوطن والأهل والديار، والحد اللي بيفقد وطنه أو بيفقد داره وكل ممتلكاته وكل أشياءه من تعليم وصحة، وبعد ذاك حتى الناس فقدت الأرواح، سلف منها ما سلف يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، بس صعب علينا جدا. فالتدخل اللي حيحصل إن شاء الله من مؤتمر القمة اللي معقود في مصر بإذن الله إحنا بنعول عليه كتير في إنه إن شاء الله حيكون سبب لحل الأزمة. كل متضرر وأسأل الإخوة اللي تقاتلوا كلهم سودانيين، يعني بيبقى إن إحنا أي مبادرة زي ما قلت في البداية هي بتحقن دماء السودانيين، هي مبادرة بالنسبة لنا مبادرة جيدة. ونتمنى من دول الجوار المزيد، يعني هي السودان في تاريخ وقف مع كل دول الجوار، يعني واتمنى انه دول الجوار تقف معه، وجاء الوقت اللي هو الناس تقف مع السودان. يعني احنا كشباب سوداني نقيف وراء هذه المبادره بكل ما نملك ان شاء الله باذن الله، وحتنجح باذن الله تعالى، لان ده الشيء المفروض يحصل من ابناء الجوار جميعا. واللي بيحصل في السودان ده صراحه بيأثر على كل دول الجوار بتفاصيل مختلفه، لكن الجوار المخلصين انا بقول تاني بقولها يعني للجوار المخلصين لأنه مختلفة.